غادي نهز صغير غنحني ليك. واو الالوان يا سلام شريني والله الا حط ما كنديرو بوحدي ما كنتهرش وحاجه طبيعيه راه انا يدي لي كتقيس كتقيس لك لحمك واغا تحكي وتتموت بالضحك تنورى واغا تحكي غير ضحكي حمقى دير ليا من الفوق ويلي مسطيه انا ما نقدرش نخلي شي واحد يقاس لي رجلي بصفه نهائيه لانني انا كنتهر في مزال هانتوما البنات شوف حاشاكم بعدا وسمحوا لينا حنا بغينا نوريوكم ولكن اللون ديالو راه غزال راه ما كيبانش. صباح الخير عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوني لاول مره كنشكركم بزاف على الاشتراكات ديالكم اخوتي، وكنرحب بالجميع، كنرحب بالجاليه المغربيه اللي كتهضر معايا دائما وكتساندني وكتعاونني بالاشتراك وبالدعم ديالها، كنشكركم بزاف. وكنشكر المتتبعين ديالي الاوفياء بطبيعه الحال اللي متبعيني من شحال هادي، وبطبيعه الحال حتى الناس الجداد اللي دخلوا معايا مؤخرا كنشكركم بزاف. اليوم ان شاء الله جبت لكم البنات واحد مولاتي الوصفه خطيره واعره واعره واعره، وكنصح بها العرايسات، كنصح بها العرايسات ماشي حتى النهار اللي تبغي ديري بحال دابا اليوم وغدا عندك العرس عديريها، لا داوميها واحد السيمانه قبل وتشوفي ليا دوك القديمات ديالك كيفاش غادي يوليو وليديدات بطبيعه الحال. اليوم الوصفه معايا عاوتاني اختي بشرى ولات كتعجبني صراحه بشرى المشهوره تعجبني انها تبدا دير معايا الفيديوهات صراحه، علاش لا؟ حتى هي عندها مع الوصفات نخليها تهضر. يلا اليوم جبت لكم الصراحه واحد الوصفه صراحه كتعجبني بزاف، ولكن البنات الا درتوها خصكم تصبروا، اللي بغى الزين كيصبر القريص الرجلين ماشي قريص العينين هذه ديال الرجلين البنات. هاد الوصفه البنات فيها تهيئ، علاش قلتي الصبر؟ حيت غتباتوا بها وغتلبسوا التقيشرات وغتلبسوا البلاستيكه. بالنسبه للبنات هاد الوصفه فيها جوج ديال المكونات صراحه والله ما نكذب عليكم، هاد الوصفه فيما كيقرب الصيف كنديرها وكتعجبني بزاف وطبيعيه. شنو هي هاد الوصفه؟ هاد الوصفه فيها جوج ديال المكونات، العكر الفاسي وفازلين. هاد العكر الفاسي وفازلين راه هما جوج مكونات قلال ولكن المفعول ديالهم كثير بزاف. شنو كنديروا ليهم؟ كنخلطوهم بجوج وكندهنوا بهم رجلينا كاملين البنات كاملين. دابا شحال هذه كيف قلت لكم كانوا كيديروا الشمعه وكيديروا معاها الزيت البلديه كتذوب وكيستعملوها مرطب الوجه مرطب الرجلين مرطب اليدين، هذا هو الزينه ديالهم اللي كانوا كيديروا. المهم دابا بلا ما نطولوا عليكم في الهضره غادي ندوزوا باش نطبقوا الوصفه. يلا خليكم المهم البنات غادي نطبقوا ال غادي نطبقوا الوصفه على رجلين ديال اختي بشرى. حطي اختي رجلك عليا بحال هكا لان ها نتوما اول حاجه كتفركوا رجليكم بالملحه، ديروا واحد البانيو فيه الماء شويه دافي ماشي طايب وماشي بارد دافي، وديروا الملحه ومن الاحسن الملحه الحيه ياك بشرى تكون غليظه، تكون غليظه ديال البحر اولا الملحه الحيه. عند العطار كيبيعوا واحد الملحه ديال كتفركوا رجليكم مزيان بهذيك الحكاكه ديال سميتو وكتغسلوا وكتنشفوا، ضروري تنشفوا رجليكم وبين صباعكم صافي. وغادي ناخذ كما كتشوفوا انا غادي ندير بيديا عندك طليط الوال ديالك لا غادي نهز صغير غنحني ليك. واو الالوان يا سلام شريني والله الا حط ما كنديرو بوحدي ما كنتهرش وحاجه طبيعيه راه انا يدي لي كتقيس كتقيس لك لحمك واغا تحكي وتتموت بالضحك تنورى واغا تحكي غير ضحكي حمقى دير ليا من الفوق ويلي مسطيه انا ما نقدرش نخلي شي واحد يقاس لي رجلي بصفه نهائيه لانني انا كنتهر في مزال هانتوما البنات شوف حاشاكم بعدا وسمحوا لينا حنا بغينا نوريوكم ولكن اللون ديالو راه غزال
راه ما كيبانش اللون الحقيقي في الكاميرا، راه عرفتي كيفاش كي عرفتي يدي كيفاش ولات بالحموريه. صافي كدو حد هنا ما تطلعوش. اري ليا اري ليا كما كتشوفي كانوا في داك الصيف واحد البقع في رجلي وكانوا التصبغات، داكشي كامل تحيد صراحه ما بقاش ديال الصنداله ديال الصنداله ديال. حاولي تقادي معايا بلات كنديروا السلوفان. اري ليا هادي اري ليا هادي بحال اللي غتسول ديروا السلوفان شي دجاجه غندخل ليها رجليها الفريكو تجمد دابا كنوجدوا رمضان ما طيشت الحك بحال هكا. المهم كديروا السلوفان باش كتزمتوا في نفس الوقت ملي كديروا التقشيره ما يخرجش داك الشيء كما كتشوفوا البنات هانتوما. اي اري اري حطيت درت لك الخدمه اليوم والله البنات انا الصراحه ما تنتسوقش والله تنتهلا في راسي بهذا الشيء، واخا في العذاب في الليل كنبقى نعس والميكا كتخرشش ولكن ماشي مشكل. هانتوما البنات كما كتشوفوا حتى الصباح حنا بطبيعه الحال ما غاديش نكملوا الفيديو. المهم حتى الصباح بوشرا غادي تغسل رجلاتها اصلا بوشرا بيضاء وهذا حتى تغسل رجلاتها وتفركهم مزيان وكيبقى غير داك اللون غوز يعني بارد بارد فهمتوا. هذه هي الوصفه دابا ندوزو باش نديروها لديداتنا ونوريكم على الخدود. يلا خليكم معايا يلا دابا غادي نديرو اليدينا جوج بينا هانتوما. ماشي غير طليوها وتخليوها، لا بالنسبه لليدين حاولوا تماصيو. البنات اللي بغيت يتهلا في راسو يستغل هاد الفرصه ديال اللي كاينه دابا العطله يتهلا في راسو. بالنسبه للخدود ديالي يعني غير ما عرفتش واش غادي يبان ولا لا، كديروا غير شي شويه يعني. ها نتوما كما كتشوفوا كيبان داك اللون طبيعي وزوين شفتوا ها هو كيبان. ها نتوما شوف البنات هانتوما غادي ندير عاوتاني الجهه الاخرى. ديرو في شي حكيك صغير، دير واحد الكميه منه يعني قليله وديرو في شي حكيك صغير هو صافي وتبقاو ديروه من الليل لليل ملي تبغيو تنعسو ديروه صافي. ولا غد ليه الصباح ملي كتفيقوا كتغسلوا وجهكم عادي وكيبقى هذيك الحموريه ديالو كتبقى شفتوا. هانتوما هانتوما البنات وريهم بوشرا يديك بوشرا راه عرفتي كيفاش رجعات يديها لا ديري هكا لا ديري هكا هكا حمرين حمرين مازال ما كيبانش في الكاميرا بحال اللون اللي كاين. بوشرا سالات ليا حيت كملت رجلي الاخرى. ديروها البنات ديروها في الصيف، الصيف اللي كنبغيو نلبسو سنيديلات وكنبغيو هكا راكم عارفين تنبغيو دوك القديمه تيبانو بيبضين ودايره هكا ديك الدوره في الغوز. عرفتي واحد النهار بوشا نعاودها لكم وفي نفس الوقت نعاودها لاختي. واحد النهار المهم ما نقولش فين اين بلاصه ولكن واحد النهار واحد خيتي شنو دايره رجليها دايره الضوء الاحمر الضوء الاحمر وماشي داك الغوز البارد هو اللي ولاو كيديروا واش هاد القطن وقيله ودايره لديك الدوره الرجل هكا الضوء الاحمر مطراسي ولابسه سنيديله. عرفتي كلشي حاضي ليها رجليها دايره بواحد الفرشه خايبه ملي لاحظت بلي راه فارشه راسها بداك الشيء مشات لبست سبرديله. المهم هاد المهم ديك البلاصه راه بارك دابا بالنسبه للعريسات شنو ولاو كيديروا ليهم كيقوموا ليهم رجليهم بالسنيده سمعي السنيده والملح السنيده والماء كيتقوموا مزيان وكيشدوا الضوا الاحمر كيديروه في قرعه الرشاشه وكيرشوا ليهم مزيان على رجليهم وكيدخلوا يدوشوا في الحمام المغربي عرفتي كيخرجوا رجليهم حمرين بصح هذا الشيء وصفه طبيعيه وساهله. غنخلعكم تسالي مع عزيز على هذا الشيء نذكرها في الفيديو عزيز عليها الوصفات. دابا راه كون سمعك راه ما تكرهناش تكون معنا دابا حتى هي تطلي كيعجبها هي هذا الشيء. راه ما كيبانش اللون البنات في الكاميرا راه اللون حمر بزاف انا براسي راه ما كنبان زعما داك اللون اللي درت في وجهي انتم حتى كنقرب. المهم بنات
هذه هي الوصفة ديال اختكم فاطمة الزهراء واختكم بوشرة كما كتشوفوا انتوما صغيره راه بوشرة راه كتسول في رجليها ملي كتبغي بوشرة دير هذه الوصفة كنبقى نضحك عليها انا كنعكز عليها ما نكذبش عليها انا نديرها ليدي ولكن رجلي كنعكز عليها كنعكز انا ما تنبغيش انا تقاشر ما تنبغيش نعس بهم تنحس بهم شي حاجه زايده عليا فما دابك وصفه تنعسي بها في رجلك صراحه اللي غادي زعما ديرها وهذا برافو عليها البنات صبروا ديروها زوينه صراحه الله الا بوشره كتسول في رجليها ماما معاونه المهم بنات كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتجربوا الوصفات ديالنا لايكات صراحه انا ملي دخلت مع فاطمه الزهراء في الوصفات خصني نشوف اللايكات اللي ما شفتهمش غنخرج غنخرج من الوصفات ما خليتيش ليا داتا كامله حنا كنديروا انا كندير فيديوهات ديالي بطريقه عفويه انا هكا انا اختي ملي كتكون معايا اختي كندير الفيديوهات ديالي بطريقه عفويه ماشي ديك بروتوكول وهذا لا طريقه عفويه خوتي المهم بنات عرفتي ملي غادي نغسل يدي عرفتي غادي نديرو خليكم معايا نمشي نغسل يدي ونعاود نرجع يلا بقاو هنا رجعت معكم البنات كما كتشوفوا بعد ما غسلت يدي ها نتوما راه كيبقى وجه الصبيعات في الدوره ديال الصبيعات كيبقى داك اللون في الحميمر بحال هكا وعاوتاني هنايا صراحه زوينه 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 بزاف وحتى يعني الخديدات زوينه بزاف انا راه مازال نقصت من اللون ديال الخديدات مسحت زعما كاينه كما كتشوفوا البنات هذه راه واحد الجرحه كنتجرحت ها نتوما حتى بوشره خليتها كتغسل يدي ذاتها كما قلت لكم الدوره ديال الصباع صراحه الدوره ديال الضفار كتبان في الغوز زوينه قسما بالله خاصكم صراحه البنات ديروها والله العظيم ديروها وردوا عليا الخبار المهم البنات فازلين بخمسة دراهم قاضيه غرض والله القسم تهلاو ليا بزاف في ريوسكم ولا خصاتكم اي وصفه خليوها ليا في لي كومونتير وزيدوا شجعوني لا انا ولا اختي بوشرة على اننا نبقاو دائما نديروا لكم بزاف ديال الوصفات طبيعه الحال الوصفات ديالنا مجربه جامي نحط شي حاجه انا ما دايرهاش وهادشي اللي كاين نتمنى من الله يعجبكم هادشي اللي ولينا كنديروا لكم في القناه تهلاو بزاف في ريوسكم تلاقاو ان شاء الله فيديو جديد سلام عليكم.